السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كوين ريم سوبر ريم وأنا من جوليا. هاي. اليوم رايحين على بوب هاي، نزلوا وجبة جديدة بتعاون مع واحدة مطربة تراب اسمها ميغان ذا ستاليون، اللي ما يعرفها هي اللي تغني أغنية سافج. وإيش تقول جوليا؟ يا 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 يا. سو راح نروح الآن نجرب وجبتها والهوت ساس تبعها، بس قبل ما نبدأ بليز اعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس ويلا ليتس جو. وصلنا الآن لبابايز. Let's see. It's always دائما مزدحم، بس اليوم شايفة كأنه واو. Nobody's here guys. Awesome. اليوم يوم سعدي. اليوم أنا محظوظة. It's just us. طيب رح نطلب سندويش. الأولاد اتغدوا في البيت. They ate their rice and chicken and they will eat the vegetables. بس بحدي لهم بطاطس من هنا. Do you guys want to try the fries? Or you want chicken sandwich? Mom, Julia's just staring. Adam, Julia. Don't stare, Julia. I'm not. طيب guys وصلنا. الآن أنا في الويندو. شايفة موجود مكتوب إنه ميغان نيو ميل. عندهم حتى ثانكس جيفينج زي الدجاجة كاملة. أول مرة أشوف شيء زي كذا. خلينا نطلب. Papa, let me help you. Yes, hi. Can I have the new ميغان ذا ستاليون? Okay, the hottie sandwich. Yes, with the hot hottie sauce too. Okay, your side item and drink? Fries and lemonade. Fries and lemonade. Mm-hmm. Anything else? That's it. 7:41. Okay. 7:41. Do you guys hear the rain? مرة مطر اليوم. يوم ممطر. ماما جاي بحر. اسمعوا كمان طوارئ وسيارة اطفاء. خلال ما احنا نستنى هنا قلت اجاوب على واحدة من البنات، سألت قالت لي ايش ما شاء الله بشرتك متحسنة، ايش مسوية؟ طبعا كل اللي استخدمه زي ما انتم عارفين اللي متابعني، استخدم كوكونت اويل اللي هو زيت جوز الهند لوجهي، هذه روتيني في عناية البشرة. وايضا اضفت منتج احط لكم صورته هنا. والشيء الثاني الثالث اللي احس فعلا اثر في بشرتي اللي هو الحمام الستيم، البخار، حمام بخار في الجيم. I think سوى مفعول جيد للبشرة، مرة يصفي البشرة ويخليها كذا منعشة. Thank you. Thank you, you too. Alright, أخذنا الطلب. ندخل البطاقة. Lock the doors. Lock the doors. Lock the doors. Alright. نجهز العصير. And let's see what's in here. Let's see. Okay. طبعا الهاتي صوص. هذا الهاتي صوص. هنفتحه بعد شوي. وهذا ال هذه علامة تحطتها في واحدة من الفيديو كليبس حقتها. So makes sense. وهذا هو الكيس، شايفين معايا؟ نسوي thumbnail. Alright. طبعا البطاطس زي ما انتم عارفين كلنا نعرف بطاطسهم خرافي. So تحدي للأولاد. For both of you. Okay, share with Julia. هذا الصوص خلينا نفتحه ونشوف كيف. شطة. واه ريحة شطة قوية. This is very hot. This is hot sauce. So هذا هو سندويشها.
Zoom, zoom in camera, please. Zoom, zoom, zoom. Yeah. So, هذا هو شوف كده إيش سميك الدجاج. شيء. خلنا نشوف إيش جوته. Oh my gosh, this is a lot of sauce. Hot sauce in here. Hot sauce. Same. نفس الصوص الحار هنا موجود جوة الساندويش. And two pickles. اللي هو اثنين مخلل. And that's it. So مخلل وصوص حار. بسم الله. Let's start. حار وحالي في نفس الوقت. كرانشي. Subscribe to the channel, guys. Subscribe. And lemonade. مرة حار. نعم مرة مو مرة صراحة. يعني حرارة حلوة. I like a lot. مرة حلو. مرة أنصح فيه. جربوه. تسمع الكرنش؟ شوف الدجاج. هذا الصوص. خلونا نسوي دب. أوه. حلو انه حالي وحار. في احد بيسألني ايش نظامي الغذائي او الرياضي. بالنسبة للرياضي بالنسبة للنظام الرياضي أروح النادي، ما عاد صرت أسوي رياضة في البيت. بالنسبة للنظام الغذائي أتصور لو أسوي لكم فيديو أنا إيش أكل في يومي، ممكن إذا تحبون أكتبوا لي في الكومنت بس في قناتي الثانية. أوكي طيب يا جماعة، الوجبة مرة لذيذة والله يا جماعة، أنصحكم فيها جربوها إذا عندكم بابايز. 10/10 قرمشة الدجاج السميك وجوسي كذا في عصير دجاج، وجربوا انصحكم فيه. الان هروح البيت اودي الاولاد وبعدها نرجع لكم بالايديمز. اوكي ترقبوني بعد قليل. اوكي جايز، جا وقت الايديمز وزي ما انتم شايفين هذا يوم ثاني صبغت شعري اسود. والحين راح اقول لكم على 3 ايديمز. اول واحد on thin ice. الكلمه هذه تعني انه لما يكون واحد في وضع حرج، سواء في فريق مثلا واحد من اللاعبين حط الفريق في خطر، او انه مثلا طالب درجاته بدات تتدهور وتنخفض، فدراسته أو بعثته مثلا تكون في خطر. على سبيل المثال أنه one of my friends، واحدة من صديقاتي، she did really well in the beginning of the semester, but by the end of the semester her grades started to decline، يعني to go down. And her supervisor told her that she's on thin ice، يعني هي في خطر، في مرحلة جدا حرجة. So هذا المثل الأول. المثل الثاني اللي هو bear a grudge. Bear a grudge تعني أنه الواحد لما يكون شايل في خاطره أو يحمل ضغينة ضد أحد. So على سبيل المثال إنه مثلاً I bear a grudge against شخص معين أو وحدة أو إنسان معين لأنه ما حضر زواجي مثلاً. أو مثل ثاني إنه I bear a grudge against someone. أوكي حطوا في أنتوا fill in the blanks ضد someone because he or she did not attend
my daughter's birthday. Okay. فيس هذه هي الكلمة وهذا معناتها وطريقة استخدامها. فالآن نجي للإديوم الثالث والأخير اللي هو step up your game. والكلمة هذه أو المثل هذا ينقال لمن زي الواحد لمن لازم يسوي أداء أفضل. أوكي. سواء في عمل أو في فريق أو في دراسة. نحط مثال على اليوتيوبرز إنه زي ما تعرفين اليوتيوب هذا ساحة كلها فيها تنافس ومدري إيش. مثلا واحدة من اليوتيوبرز اللي عرفها she need to step up her game. مثلا أنا ريما كواد she need to step up her game لأنه اليوتيوب هذا نطاق فيه تنافس عرفتوا في كل واحد بيسوي الأفضل وكل واحد عرفتوا هذا مثال وبس سلامتكم هذه هي الإديمز الثلاثة إن شاء الله أنكم استمتعتوا وإن شاء الله شعري عجبكم please لا تنسوا تعملوا share like subscribe وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله love you